بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أن أشكر كافة القائمين على منصة أريد الناطقين باللغة العربية، متمنيا لهم النجاح، وأرحب كذلك بالحضور الكرام، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة وخفيفة الظل، ما مملة. بالبداية راح نستعرض عنوان المحاضرة اللي هي السمنة والميكروبيوتا، إعداد أستاذ الدكتور عامر عبد الرحمن الشيخ ظاهر. نبدأ بتعريف السمنة. هناك كثير من التعريفات للسمنة، اختاريت أسهل تعريف اللي هي كلمة السمنة. أصبحت مصطلح، هذا المصطلح منتشر بشكل كبير، يشير أو يصف الشخص على أنه عنده زيادة أكثر من الحد الطبيعي مقارنة مع نظرائه في الجنس والعمر. السمنة ما هي إلا عبارة عن تراكم للدهون في الأنسجة الدهنية. هذا أبسط تعريف ممكن واحد يأخذه على السمنة. ما هي العوامل التي تؤثر في السمنة؟ أو أصبحت هذه أو ممكن أن الواحد يصبح من يعني وزنه عالي. أول عامل هو العامل الوراثي. العامل الوراثي من العوامل المهمة في، وكل عامل طبعا هي مهمة، لكن هي واحدة من بين العوامل المهمة في السمنة. العامل الآخر الحقيقة اللي هو أنا أعتبره أكثر أهمية، اللي هي قلة الحركة اللي نقوم بها. قلة الحركة هذه طبعا مرتبطة بالحياة العصرية، اللي بدنا نستعمل السيارات، حركة ماكو قليلة، فبالتالي قلة الحركة معناها صرف قليل للطاقة، وبالتالي راح تتراكم هذه الطاقة على شكل دهون في الجسم. العامل الثالث اللي هو العوامل الاجتماعية والاقتصادية، أيضا هاي من العوامل المهمة، لأنه مثل ما نعرف بأنه الحالة الاقتصادية، الناس اللي عندهم أموال كثيرة قد تنفقها على الغذاء، بالتالي يحصل استهلاكهم أكثر صراحة من الناس الأقل دخل. العادات الاجتماعية اللي احنا حقيقة في علم الأغذية نسميها العادات الغذائية، تسهم بشكل كبير في عملية وتطور السمنة. مثلا كنا نسمع بأنه جنوب شرق آسيا ممكننا طلاب بكالوريوس ما عندهم سمنة، ولكن السمنة كانت في الولايات المتحدة وغيرها نتيجة لطبيعة الغذاء مالتهم. فبالتالي هاي تولد عادات غذائية ما متوفر، هناك يأكلون أسماك، رز إلى آخره، بالإضافة إلى حركتهم الكبيرة. الآن حقيقة ننتقل للنقطة الرابعة اللي هي unhealthy eating habit، اللي هي العادات الغذائية اللي جتنا حقيقة من العولمة. الأغذية السريعة، سريعة التقديم، التوصيل الأغذية إلى البيت، دخول أغذية ما كانت معروفة في مجتمعاتنا سابقا الآن موجودة، مثل البرجرات، البيتزا، الفرينج فرايز إلى آخره، كلها هذه مليئة بالسعرات، وبالتالي مع قلة الحركة ممكن أن تفاقم لعملية السمنة. لكن مثل ما شفنا بالتعريف بأنه السمنة هو عبارة عن زيادة في الوزن لنظرائه في الجنس والعمر، لكن كيف أعرف بأنه أنا في أي مرحلة، أنا وين من بالنسبة للسمنة؟ هناك أشهر مقياس اللي هو نسميه مقياس كتلة الجسم. هذا عن طريق نعرف بأنه إحنا وين موقعنا فيها. نعبر عنه أو نقدر نطلع بشكل حسابي باعتباره هو مؤشر الوزن تقسيم مربع الطول. إذا كان بالكيلوغرام على المتر المربع فمباشرة أستعمله.
إذا كنت أستعمل الوحدات الإنجليزية فأضربها في 703 والوزن راح يكون بالباوند والطول راح يكون بالإنج المربع. أطلع هذا، أي واحد ممكن من عندكم هسه يطلع هذا المقياس البي ام اي، وبالتالي راح نشوف هذا ماذا يعني. هذا ماذا يعني؟ إذا كانت الرقم اللي طلع لي من هذه المعادلة من 18 إلى 24.9، فهذا طبيعي. وإذا كان 25 إلى 29.9، فهو عند الزيادة في الوزن. إذا كان من 30 إلى 39، فهذا يعتبر من الأشخاص السمين. إذا أكثر أو يساوي 40، فهذا تكون عند السمنة حالة مرضية. هناك مقياس آخر أقل استعمالاً اللي هو شكل الجسم. إحنا شكل الجسم حقيقةً يمثلوه بشكلين، مع أنه أكثر من شكل، لكن اختارت فقط ذولا لأنهم هم الأشياء، ما يسمى بشكل التفاحة وشكل الكمثرى. غالباً ما يرتبط، وهي مو قاعدة، لكن غالباً ما يرتبط شكل التفاحة مع الرجال وشكل الكمثرى مع الرجال. معيار آخر للسمنة أو أذكرنك وين أنت موقعك بين هؤلاء، بأنه تأخذ محيط الخصر على محيط الكتف. فإذا كان ما أكثر من 1.5 فأنت عندك زيادة عالية في الوزن، إذا كان 1 إلى 1.5 أنت أقل من عنده، وإذا كان 8 بالعشرة أو 85 بالعشرة فأنت تعتبر يعني نحيف، وإذا كان أكثر من هذا يعتبر متوسط. هل السمنة تعد مشكلة؟ هذا الملخص أخذته من WHO، موقع السمنة في WHO منظمة الصحة الدولية، اللي تكلم عن آخر الإحصائيات. فالسمنة هي تعتبر واحدة من العوامل اللي تؤدي إلى تسريع الموت، يعني عامل خطر في اللي ممكن أن يسرع من موت الشخص. 4.7 مليون شخص تبطت وفاتهم بزيادة الوزن أو السمنة. هذا على المستوى الدولي، والإحصائية في عام 2017. 8% في عام 2017 كانت 8% من نسبة الموت مرتبطة هي مع السمنة. في بعض البلدان زادت معدلات الموت 10 مرات نتيجة لربط السمنة، يعني صارت واحدة من أسباب الموت في كثير من الدول، ضعفت 10 مرات. 13%، وهاي الأرقام جدا خطرة، 13% من البالغين في العالم يعتبرون سمان، يعني فوق 30 على المؤشر. 39 من عندهم من البالغين، 39 من عندهم زيادة في الوزن. فلو حسبنا 13 و39، راح يكون أكثر من نصف الموجودين على الكرة الأرضية عندهم زيادة أو من يعني يتعانون من السمنة. واحد من خمسة من الأطفال والكبار على المستوى العالمي هم عندهم زيادة بالوزن. هذا كله يعلل على أنه زيادة في استهلاك الطاقة يقابل قلة في الحركة، وهذا طبعا جدا ملحوظ خصوصا بالأطفال، نشوفها مشكلة كبيرة نتيجة لتناول الأغذية الغير صحية المليئة بالدهون والكربوهيدرات السريعة التمثيل. يقابلها الهوس الشديد اللي نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي، وماكو حركة ماكو لعب وهكذا. زادت هذه الأمور طبعا بسبب هذه الجائحة، تفاقمت المشكلة أعتقد بشكل كبير.
حقيقة لو نجي على هذا الرقم، يعني 4.7 سنويا، خلينا نقول هسه أكيد زادت، فراح نشوفها بأنه ما تم يعني ما سببته السمنة يعادل أكثر ما سببته، أضعاف مضاعفة ما سببته هذه الجائحة حول العالم. إذن هي مشكلة كبيرة. ماذا تؤثر السمنة على الناس اللي يعانون من عندها؟ هذا الشكل لو نجي ونصنف راح نشوف هناك نوعين من التأثيرات، تأثير نفسي وتأثير صحي. التأثير النفسي حركة راح تكون قليلة، يعاني من الحركة، يعاني من آلام الظهر، أمراض القلب عنده راح تكون بشكل كبير، ارتفاع نسبة الكوليسترول، السكري، ضغط الدم العالي وهكذا. بالمقابل راح نشوف الأضرار النفسية، شكله راح يكون غير مقبول اعتبار زيادة بالوزن، الناس راح تتنمر عليه، راح يصير عنده قلق واضطرابات وقلة في النوم. هذا كله سواء الجانب النفسي أو الجانب الصحي راح ينعكس بشيئين مهمين. هاي الشيئين المهمين هي بأن هذا الشخص راح يقوم بزيادة مصروفه على صحته باعتبار عنده راح يعاني من أمراض كثيرة وينفق كثيرة من دخله، بالإضافة بأنه راح تكون حركته وإنتاجيته أقل، فبالتالي هذا راح تنعكس على أن يكون قلق، ما مرتاح، يعني خلينا نقول معنوياته منخفضة، وتؤثر عليه نفسيا مما يجعله يقبل على الطعام وظل هذه الدائرة موجودة. نجي مثل ما واحد من المحاور مال هذه الندوة راح أتكلم عن الأحياء المجهرية، والعرب يسموها الأحياء الدقيقة، احنا في العراق نسميها أحياء مجهرية، وراح أخذ البكتيريا فقط ونشوف مدى انتشارها وش قد أنواع وين موجودة وش كمياتها حتى نعرف بأنه ما هذا الكائن، وثم نربطه مع الميكروبيوتا الأخرى. البكتيريا ما هي إلا كائن واحد، خلية واحدة، يعتبر كائن حي لا يرى بالعين المجردة، لذلك فهو كائن مجهري. بعضها قد تكون خطرة اللي هي المرضية، بعضها قد تكون مفيدة مثل اللي نساهم بها بالمخمرات مثل تخمير الجبن والألبان، بعضها قد تكون ضارة لكن غير مرضية مثل التالفة للغذاء وهكذا، تؤدي أدوار كبيرة وأدوار مؤثرة في كوكبنا. المسألة الأخرى المهمة أن هذه البكتيريا باعتبارها كائن مجهري فأنها موجودة في كل مكان. إذا هي كانت موجودة في كل مكان، هل هي كانت موجودة في الأرض؟ نعم كانت موجودة وظهرت على الكرة الأرضية بأربع ملايين إلى ثلاث مليارات إلى أربع مليارات سنة، موجودة هي على الكرة الأرضية، يعني سبقة البشر بوجودها وتواجدها على الكرة الأرضية بمليارات السنين، يعني تقدر بأن الإنسان موجود حوالي 5 ملايين سنة على وجه البسيطة، لكن هذه تعتبر أقدم. هذه السنين الكثيرة ماذا تعني؟ تعني بأن هذا الكائن عملاق استطاع أن يتأقلم على كافة الظروف التي كانت عليها الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة ربما وإلى يومنا هذا. يعني الظروف تغيرت بشكل كبير ولكن هي حافظت على وجودها في الكرة الأرضية. هل هي موجودة؟ نعم موجودة، لكن إيش قد كمياتها؟ نعطي مثالياً ونعطي بعدين المجمل الموجود في كرتنا الأرضية. في كل غرام من التربة موجود 40 مليون خلية، بالغرام واحد من التربة،
وفي الماء العذب موجودة 1,000,000 خلية في المل الواحد. قدرت وفق آخر حسابات البكتيريا الموجودة على الأرض ب 5 × 10 مرفوعة للقوة 30، بمعنى أمام هذا الرقم هناك 30 صفر موجودة. إذا أعدادها جدا هائلة على الكرة الأرضية. حتى نترجم هذه الأعداد إلى أوزان راح نأخذ أو أدوار، راح نشوف بأنه هذه تستهلك من الكربون. نعرف بأن كل الكائنات الحية العمود الفقري مالها هي الكربون، تستهلك حوالي من 14 إلى 86 فريغموغرام. الفريغموغرام شو يساوي لي؟ 10 مرفوع للقوة من الكيلوغرام، وهذا رقم مهول، رقم مهول، وإلى بعد خلينا نقول دلالات. ما موجود في الكرة الأرضية أو على كوكبنا من وزن للبروكاريوت قادر على استهلاك 13 إلى 44 فارزة 5 × 10 بليون طن، بليون طن من الكربون، وهذا يمثل 2.4 إلى 8.1 من مجمل ما موجود من الكربون على الكرة الأرضية. في عام 2018 البكتيريا أعطت بايوماس، يعني أعطت كم من البكتيريا يعادل 70 بليون طن كربون، اللي هو ما أنتجته وما كان موجود فيها، يمثل 15% من كل ما موجود بايوماس، مقارنة 15% مقارنة ما موجود. هنا لا ننسى احنا نتكلم عن الكربون، يعني نتكلم عن النفط، عن 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 الى اخره، وبضمنها البشر والنباتات، 15% من المجمل ما موجود من الكربون. اذا عرفنا بانه البكتيريا 90% مي، واذا حسبناها على الوزن الجاف 50 الى 60% تكون كربون، 10 الى 15 نيتروجين، 3% فسفور. إيش قد وزن هذه البكتيريا الموجودة في كرتنا الأرضية؟ تم احتسابها فشافوا ما موجود من بايوماس كتلة وزنية للبكتيريا واحدة يفوق ما موجود مجتمعا لكل النباتات وكل الحيوانات الموجودة على كوكبنا، وتقدر ب 550 جيجا طن. الجيجا معناها بليون، يعني 550 بليون هذا وزنها اللي راح يعني كلش كبير، ويتجاوز وزن النباتات والحيوانات مجتمعا. إذا من هذا الاستعراض لهذه البكتيريا لهذا الكائن اللي هي موجود في كل مكان، قديم جدا، الظروف عانيها، منتشر في كل مكان، هل أتوقع أن يكون على صلة مع البشر؟ بالتأكيد ويكون صلته أكبر وكثيرة، ومن المتوقع أيضا أن يكون له دور في كثير من الأمراض ومن بينها السمنة. نأتي إلى تعريف للمايكروبيوتا. المايكروبيوتا مع الأسف أنا ما وجدت لها أو قريت على تعريب لها، فنستعملها مايكروبيوم أو مايكروبيوتا وهكذا. ماذا تعني المايكروبيوتا؟ تعريفها باختصار هي الأحياء المجهرية أو الأحياء الدقيقة الموجودة في بيئة معينة. فمثلا في الإنسان، الإنسان أكثر من بيئة، يعتبر أكثر من بيئة. ليش؟ أو لماذا؟ لماذا؟ لأنه الظروف تختلف، فتختلف تواجد الأحياء المجهرية الموجودة فيها. حتى نشوف مدى علاقة هذه الأحياء
مع جسم الإنسان فقط على جلده، على جلده، ألف سبيشيز يعني ألف نوع. هذا الألف نوع معناها هناك أجناس كثيرة ضمن هذه الأنواع وهي بالمئات، وعتر كثيرة داخل الأجناس، فإذا تنوع مهول. نأتي على قناة الهضمية، راح نشوف بها من 500 إلى 1000 نوع، وأيضا هذه تختلف كأنواع وأجناس وعتر. السؤال يطرح نفسه، هل هذه الميكروبايتا ثابتة؟ الجواب مثل ما تشوفون كلا، الجواب كلا. إذن وهذه الكلا يحتاج لها تفسير، بأنه هي منتشرة في كل مكان، أين تعلق، أين تدخل، أين تجد الظروف الملائمة؟ عاداتك أنت مثلا الجلد على سبيل المثال، هل أنت تغتسل؟ شقد مدة الاغتسال مالتك؟ طبيعة عملك، طبيعة غذائك راح ينعكس على يعني أنت عندما تدخل للحمام غير ما تخرج بالحمام في نوعية الميكروبيوتا. يمكن بعد 5 دقائق راح تتأثر وهكذا. نأتي إلى هل هذه الأحياء اللي تهمنا حقيقة في موضوعة السمنة، اللي هي الأحياء الموجودة في القناة الهضمية وفي الأمعاء اللي احنا نسميها gut microbiome أو microbiota، هذه العوامل أو هذا الشكل حقيقة يحتاج لمحاضرة لوحدة لتفسيره، لكن أنا راح أخذ بعض النقاط فقط وبشكل مختصر. الأحياء المجهرية تتأثر وتؤثر في جسم الإنسان، هاي الجت مايكروفلورا. فمثلا طبيعة الولادة، الشخص ولد ولاية طبيعية أم قيصرية؟ هنا راح تكون الولادة الطبيعية تتأثر بنوعية الميكروبات الموجودة في القناة الهضمية، والعكس صحيح، لأنه هذه عندما تختلف تؤثر في البشر اللي ولد بهذه بالطريقتين على حد السواء. لاحظ بأنه مثلا مرض التوحد اللي هو يتأثر ويؤثر فيه، واحدة من أسبابه هو طبيعة تناول الحليب، فهل هو حليب الأم أم حليب الفورميلات الموجودة المجففة؟ هنا راح تكون حليب الأم غير الحليب الفورميلا مهما تكون درجة كفاءته، تؤثر وتتأثر بها. عندما تؤثر، لأن هذا شيء طبيعي من خلق سبحانه وتعالى، خلقه وهو صممه سبحانه وتعالى ليلائم الاحتياجات، وبالتالي راح تكون هنا الأحياء المجهرية موجودة في أمعائنا الصحية، وهاي الحالات المؤسفة حقيقة مثلا من مرضى التوحد اللي بدأت تنتشر، وأنا قلت يعني حقيقة فد رقم مخيف، 18% من أطفال العالم بدأوا يعانون من التوحد. هذا كله طبعاً واحدة من أسباب الرئيسية هو طبيعة الغذاء وعدم تناول حليب الأم. السمنة اللي أنا حاط عليها مؤشر، السمنة تؤثر في الأحياء المجهرية الموجودة في القناة الهضمية أو الأمعاء، وهي وطبعاً كذلك السمنة دائماً مرتبطة بشكل كبير مع مرض السكري. هؤلاء الأشخاص يعانون من هذه الحالات المرضية، تتأثر بها الأحياء الموجودة في الأمعاء وهي تؤثر فيهم. كذلك العمر، تناول العقارات، طبيعة الجهد سواء كان فيزياوي أو عقلي أو عاطفي، كل هذا يؤثر في الأحياء المجهرية الموجودة فيها، وهي أيضا تؤثر. فليس من الغرابة بأنه عند تناولك بعض الأحياء المجهرية المفيدة تنعكس بشكل على مزاجك، قد أنت تكون مزاجك مرتاح
وقد يكون مزاجك غير مقبول، عصبي إلى آخره، بتأثير هذه الأحياء. ما هي الجات مايكروفلورا؟ جات مايكروفلورا هي كنا نسميها سابقا، وحتى في الكتب الأجنبية كانت تسمى فلورا. فلورا في العربي حقيقة، احنا عندنا بالعراق تم ترجمة كثير من المصطلحات في منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، وكنا نطلق عليها اسم النبيت. أحيانا كثير من الناس ما تستسيغه، وإحنا مجبرين أن نستعمله حقيقة في أطاريحنا ورسائلنا للماجستير والدكتوراه، فنسميه النبيت. فبالتالي عندما نضيف يعني البيئة مالته، فنقول النبيت المعوي، نبيت الجلد، نبيت القناة التناسلية، وهكذا. إذن الجات مايكروفلورا أو النبيت المعوي أو الجات مايكروبيوم أو الميكروبيوتا هي الأحياء، مجتمع الأحياء المجهرية الموجودة في قناتنا الخبرية. هناك قول متطرف ربما ولكن فيه بعض الصحة. ماذا يقول؟ يقول نحن أحياء مجهرية أكثر من كوننا بشر. نحن أحياء مجهرية أكثر من كوننا بشر. وينطي مثال يقول بأنه هذه الأحياء المجهرية اللي موجودة فقط في القناة الهضمية، فقط في القناة الهضمية ذات كلام، ليس على الجلد، ليس على القناة التناسلية، ليس في الرئة، هي 10 أضعاف إلى 100 ضعف ما موجود في مجمل جسمنا. المعروف تقدر عدد الخلايا في جسم الإنسان 10^14، لكن ما موجود في قناتنا الهضمية 10^15 إلى 10^16، في أكثر منها 10 مرات 10 أضعاف إلى 100 ضعف. إذا جينا على الدي إن إي على سبيل المثال أو الجينات، راح تكون 150 ضعف ما موجود عندنا من جينات. زين، هل هذه من تقول 10^16، هل هي يعني تمثل بايوماس وزن كبير؟ الجواب نعم. مثل ما نشوف هنا قد تقدر من بكيلوغرامين. حقيقة هذا ربما مبالغ به، كثير من البحوث تعطي تقديرات أقل من 750 غرام إلى 1500 غرام، وقد تصل إلى 2 كيلوغرام. يعني أنت جالس حاليا أنت في قناتك الهضمية من 750 إلى كيلو نص من الأحياء المجهرية، وأغلبها بكتيريا. ثلثها فقط، ثلث ما موجود من الأحياء المجهرية يتشارك به جميع البشر، أما الثلثين الآخرين فهما يختلفان تماما ما بين البشر. حتى تعد هذه الأحياء المجهرية والتركيبة مالها والتوليفة مالها مماثلة إلى بصمة الإبهام. كل شخص من عنده إلى فورمولا من الأحياء المجهرية موجودة في قناة الهضمية تمثل وتمثل واحدة فقط. وهذا طبعا يعزى إلى الفردية مال الشخص وكل العوامل البيئية المرتبطة به اللي مستحيل تتشابه مع من شخص إلى آخر. وبالتالي إحنا حتى فيما بيننا نتبادل الأحياء المجهرية. يعني هناك هالة تقدر بمليون إلى 10 ملايين تدور حولنا نتبادلها. فبالتالي أنا عندما ألتقي بشخصين وصاد وعين غير ما يلتقي الآخر، وبذلك التبادل والتغاير راح يكون كثير، وبالتالي راح كل شخص من عندنا راح يحصل على البصمة في الأحياء المجهرية الموجودة في قناة الهضمية. هل تؤدي هذه الأحياء المجهرية الموجودة في قناة الهضمية أدوارا في جسمنا؟ جواب نعم. لاحظ هذا الشكل، وهذا الشكل جدا مهم حقيقة.
الأي حقيقة يذكر بأنه هناك تبادل ما بين إشارات ما بين القناة الهضمية والدماغ مالنا، هناك إشارات متبادلة ما بين الدماغ والقناة الهضمية. القناة الهضمية حقيقة تسكنها وتسيطر عليها الأحياء الجلدية. فإذا من تكلمنا على أنه عندما تتناول أحياء مجهرية تحسن من مزاجك أو تعكر من مزاجك، فبناء على هذه المعلومة، ونفس الشيء مثل ما راح اتطرق في المحاضرة إلى الشبع والسمنة وغيرها. وهنا طبعا الاتصال، يعني يقال تذكر المصادر بأنه أكثر اتصال عصبي ما يكون ما بين، يعني يفوق ما بين الدماغ والأمعاء، يفوق ما بين الدماغ وغيرها من أعضاء جسم الإنسان. كذلك الأحياء الأمعائية خلينا نسميها، والمايكروبيوت الموجودة في الأمعاء تسهم في الحفاظ على مناعة جيدة. يجب أن نذكر حقيقة بأنه 70% من مناعة جسم الإنسان متواجدة في القناة الهضمية. لذلك عندما تكون الأحياء المجهرية هنا جيدة، أنت ستحافظ على كفاءة على الأقل 70% من قدرتك المناعية. وجود هذه الأحياء المجهرية يعطي بطانة الأمعاء نوع من النضارة والنشاط والصحية. ثم نتيجة لهذا نأتي إلى النقطة الأخيرة، بأنه يكون الهضم مالنا معتدل وسليم، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على مجمل فعالياتنا. هذا الشكل حقيقة جدا مهم، أريد نتذكره على مر المحاضرة. هذه الأحياء البشرية الموجودة في القناة الهضمية، لاحظ هناك باللون الأحمر وهناك ما موجود في اللون الأخضر، ونلاحظ ما بينهما. الأحمر نستطيع أن نقول بأنه هذه نمثلها بالشياطين، أما الموجودة باللون الأخضر وهي يعني فقط اثنين موجودة، هي اللاكتوباسيلاي والبيبيديا بكتيريا، وهي نوعين من البكتيريا. هذه تكون ممكن أن نطلق عليها الملائكة. هذا حقيقة هو التوازن اللي أنا أريد أتذكره إلى نهاية المحاضرة. عندما تتغلب الملائكة على الشياطين فأنا سأحصل على صحة جيدة، والعكس هو صحيح. خلينا نشوف الشياطين ماذا تعمل. الشياطين ماذا تعمل؟ هلو بكتر فولاري على سبيل المثال، وهي بكتيريا معروفة تسبب لي القرحة. كلاستريديوم ديفيلسي مثلا تسوي لي حالات من الاسهال. كلاستريديوم بيرفرنجز تسبب لي حالات تسمم، والاسهالات والسرطانات كلها بتأثير هذه الأحياء. لكن زيادة المناعة وترتيبها، إفراز الإنزيمات، تحسين الامتصاص الغذاء، كله من عمل هذه الأحياء. لماذا هناك بالنص، يعني هناك أحياء أو بكتيريا موجودة في المكانين؟ لأن هذا نتكلم إحنا على أنواع تحتوي على أجناس كثيرة، فقد تكون أو سترينات كثيرة، يعني عُتر. فمثلا الإيكولاي اللي بكتيريا القولون، راح نشوف بها ما هو ضار يسبب التسمم وما هو نافع وهي موجودة في الأمعاء. التوازن جدا مهم، لكن ايش قد كميتها؟ نعطي مثال واحد فقط، بأنه الغرام واحد من البراز يحوي على 100 مليار خلية بالغرام الواحد. 100 مليار خلية من الأحياء المجهرية الموجودة في الغرام واحد من البراز. هل البكتيريا أو الميكروبيوتا لها علاقة
مع زيادة وانتشار السمنة هل تؤثر أحياء المجهرية الموجودة الميكروبات الموجودة في القناة الهضمية على تطور السمنة؟ الجواب راح يكون وجدوا ما يأتي، العلماء وجدوا ما يأتي أن الأحياء المجهرية الموجودة وخصوصا أتكلم هنا عن البكتيريا، شافوا بأنه هناك شعب من الأحياء المجهرية، طبعا هم نوعيات مهولة من الأحياء المجهرية، اثنين منها تمثل 90% من مجمل ما موجود في القناة الهضمية من الأنواع. ماذا وجدوا؟ هذه الشعبتين، واحدة اسمها الفيرميكيوتس والثانية اسمها بكتيريوتس. عندما تكون الفيرميكيوتس هي أكثر، فهذا الشخص راح يكون سمين. عندما تكون البكتيريوتس أكثر راح يكون الشخص ضعيف. حتى كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ حقيقة أول تجربة أجريت على هذا وعلاقتها بالسمنة كانت على الفئران. ماذا تلاحظون؟ مثل ما تكلمنا، الشخص العادي يكون عنده الفيرميكيوت 60% وال40% هي بكتيريوتس. لا ننسى بأنه هذه هي تمثل 90% من المجمل ما موجود في القناة الهضمية، فهي هي الأكثر تواجداً. هذه فأرة سمينة، مجموعة فئران سمينة، وهذه مجموعة فئران ضعيفة. تم قياس احتساب أعداد الأحياء المجهرية في كلا الشعبتين، فماذا وجدوا؟ وجدوا الآتي: عند النحيفة الفيرميكيوت إلى نسبتها 6:4 بالنسبة للبكتيريوت، لكن عند السمينة الفيرميكيوت ازدادت إلى 80:20، يعني 8:2. حتى يثبتون دورها بشكل كبير قاموا بنقل الميكروبيات الموجودة في الأمعاء من الفئران السمينة إلى الفئران الضعيفة، وفي مجموعة أخرى تم النقل بالعكس، يعني السمينة للضعيفة والضعيفة إلى السمينة. النتيجة كانت بأنه التي نقلت إليها الضعيفة، التي نقل إليها الأحياء المجهرية الموجودة في أمعاء السمينة بدأت تسمن، والعكس صحيح، السمينة التي نقلت إليها أحياء مجهرية من الضعيفة بدأت تنحف. وبالتالي هذا كان أول المؤشرات على بداية تأثيرها في السمنة. فعلى ما هي تأثيرها في السمنة، فرح نأخذ محورين رئيسية هي معالجة السمنة بالبكتيريا. هل يمكن، طالما هل قد تأثير، هل ممكن أن نعالج السمنة بالأحياء المجهرية؟ الجواب يعني نعم، بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هي البروبايوتيك والبريبايوتيك. البروبايوتيك حقيقة احنا في العراق كان لنا قصب السبق طبعا في تعريبة، وخصوصا كليتنا كلية علوم الهندسة الزراعية عربت إلى المعززات الحيوية، والبريبايوتيك أيضا عربنا إلى السوابق الحيوية. فما هي المعززات وما هي السوابق الحيوية؟ نجي نأخذ تعريف البروبايوتيك. البروبايوتيك اللي هو يتألف، هي كلمة لاتينية تألف من جزئين، البرو فور بايوتيكس الحياة، فهي من أجل الحياة، عكس الانتيبايوتيك هي الانتي مضاد، بايوتيك اجينست لايف ضد الحياة. مع هذا التعريف الأول عرفتها منظمة WHO والFAO، منظمة الغذاء والزراعة الدولية وغذاء الصحة العالمي، عرفتها بأنه أحياء مجهرية حية. أحياء مجهرية حية عند تناولها وهي حية، فإن وبكميات مناسبة
ينعكس ذلك إيجابا في صحة المضيف. تعريف آخر عرف العالم باركر بأنه أحياء مجهرية أو نواتجها الأيضية ما تفرزه ممكن عند تناولها ينعكس على التوازن اللي تكلمنا عليه بالشكل اللي قلت لكم هذا راح يرافقنا طيلة المحاضرة. فإذا وجودها سينعكس على التوازن، طبعا احنا التوازن معناها التوازن الجيد اللي حقق منافع صحية كثيرة ومن ضمنها معالجة السمنة. عالم آخر عرفها تعريف للحيوانات حتى نعرف بأنه هذه المعززات الحيوية مفيدة للإنسان وكذلك للحيوان. أيضا نلاحظ هنا هي تنعكس على إيجابا على التوازن المعوي في الحيوانات. البريبايوتيك، ما هو البريبايوتيك؟ البريبايوتيك اللي هو احنا سميناه السوابق الحيوية. السوابق الحيوية عبارة عن مركبات كربوهيدراتية لا يستطيع جسم الإنسان من هضمها وامتصاصها، لكنها يستطيع من تمثيلها أي استهلاكها أحياء مجهرية معينة، وبين قوسين هي المعززات الحيوية. هذه إذن هي غذاء تقريبا خلينا نقول متخصص موجود وكمركب في بعض الأغذية. عند نتناولها راح تنعكس إيجابا على التوازن. ليش؟ لأنه راح تشجع من نمو الأحياء الجيدة. منو الأغذية الحاوية؟ منو أمثلة على الأغذية الحاوية عليها؟ كثير من الأغذية الحاوية على السوابق الحيوية. الفراولة، الألماز احنا نسميها في العراق، أو حرشوفة حرشوف القدس، الشوفان، اللوز، الشعير، وهكذا. هذه تحوي على سوابق حيوية، ألياف ذائبة قصيرة السلسلة. أشهرها حقيقة هو الأنيولي، أشهرها وينباع حتى في الهيرث ستور. أكثر شيء يحوي، أكثر نبات حقيقة يحوي على الألماز، على الأنيولين، هي عرشوفة القدس أو الألماز. ثم عندنا مصطلح ثالث اللي هو السينيبايتك أو التآزر الحيوي، اللي هو عبارة عن البكتيريا مع هذه المواد. فعندما أجمع في منتج غذائي الاثنين، منتج غذائي أو كمجففات الاثنين، فراح يكون عندي مسابق حيوي ومعزز حيوي، وراح يصير عندي التآزر الحيوي. بالتأكيد الاثنين راح يكونون أفضل. ماذا تؤدي الأدوار؟ ما هي الأدوار اللي تؤديها الأحياء البشرية؟ مثل ما قلنا بأنها تقوي الحقيقة، قوي البطانة مال الأمعاء، تساعد في حصاد الطاقة، هي تعتبر مضاد، يعني هاي البروبايوتيك تعتبر مضاد للبكتيريا المرضية، تنظم عندي المناعة وهكذا. يأتي عندي مصطلح حتى نصل إلى حقيقة مهمة جدا فيما يخص السمنة، لأن أنا ما راح أتكلم عن البروبايوتيك وصفاته العلاجية والإلقائية الكثيرة. راح أكون اليوم فقط راح أتكلم فيما يتعلق بالسمنة. لذلك راح يظهر عندنا مصطلح جديد اللي هي MACS، اللي هي الميكروبيوتا أساسيبل كاربوهيدرات، يعني الأحياء المجهرية التي ذات العلاقة بال الكربوهيدرات. وعندي مصطلح آخر هو CSFAS، اللي هو Short Chain Fatty Acid، اللي هو الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة. إذن ذول هم اللي أنا رح أخذهم بين المصطلحات حتى
نصل إلى تأثير الأحياء البشرية والسوابق الحيوية والمعززات الحيوية وتأثيرها في مكافحة السكتة. شنو هو الأحياء المجهرية ذات العلاقة بالكربوهيدرات؟ حقيقة هنا من أقول كربوهيدرات لا أعني كل الكربوهيدرات الموجودة. كيميائيا هناك كربوهيدرات معقدة مثل السليلوز اللي لا يستطيع الإنسان تناولها، ومعظم الأحياء المجهرية أيضا يعني قلة من الأحياء المجهرية تستطيع أن تستهلك مثلا السليلوز. إذا ما هي هذا، ماذا نعني في هذا المصطلح؟ هي عبارة عن الكربوهيدرات التي تستطيع الأحياء المجهرية الموجودة في المفيدة اللي هي بروبايوتيك من استهلاكها مجموعة معينة. الغرض منها هنا، الغرض منها لنأكد هنا، الغرض منها لإفراز الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة. يعني عند استهلاك هذه الكربوهيدرات، هاي نوعيات من الكربوهيدرات اللي هي بين قوسين بريبايوتيك، فإن هذه الأحياء المجهرية وأيضا بين قوسين بروبايوتيك راح تفرز حوامض دهنية قصيرة السلسلة. إذا لو قدر هذه الأحياء المجهرية أن تبعث برسائل، ماذا ستقول؟ الغذاء الغربي حقيقة يكون هاي النوعيات من الكربوهيدرات تكون بقليلة، على الرغم من أنه عالي الكربوهيدرات لكن على تكون على شكل سكريات بسيطة. السكريات البسيطة ما تخدمنا في تنمية هذه الأحياء، بالعكس راح تخدمنا في تنمية أحياء المضرة اللي هي سبيناها الشياطين. بالتالي الأغذية مثل الشعير، الشوفان، الفراولة تكون قليلة بها. مع الأسف بأنه النمط الغربي الآن أصبح ينتشر بشكل كبير في موائدنا. هذه MICS هي تعطي الطاقة للأحياء المجهرية مثل ما قلنا المفيدة، وبالتالي تنعكس إيجابا على التوازن اللي تكلمنا عليه. وهذا ينعكس الاثنين معا على صحة مثل ما تكلمنا على المناعة، على القناة الهضمية، على الخلايا الطلائية الموجودة في الأمعاء، على الامتصاص السليم للأمعاء وهكذا. ثم ينعكس هذا إيجابا على المناعة بشكل عام، وبالتالي راح تخف عندي الالتهابات، الاوتو اميون ديزيز، يعني الامراض الذاتيه، المناعه الجسم تبدي تهاجم، احيانا يصير خلل في المناعه مثل الاكزيما، الثعلبه وهكذا. هذه كلها عند تناولنا هذا النوع من الاغذيه وبوجود البروبايوتكس ينعكس ايجابا في هذه المجالات. ما هي الشورت تشين فاتي اسيد او الاحماض الدهنيه قصيره السلسله وماذا تؤدي؟ حقيقه هذه تنظم المناعه، تنظم المناعه، بالتالي راح تزيد تقلل من الالتهابات. الاحماض الدهنيه قصيره السلسله تقلل من الأحياء المجهرية القديمة الضارة، لها فعل تضاد مثل ما راح نشوف فيما بعد، تعدل الشهية وهي لها علاقة شديدة بالسمنة، تعدل الشهية ما تخليني شره، تنظم الطاقة أخذها بتعديل البطانة مثل ما تكلمنا، أيضا تنظم السوائل الكبدية والإفرازات الكبدية، ونحن نعرف بأنه يعني كثير من الإفرازات الكبدية جدا مهمة في تنظيم الطاقة مثل ما راح نتطرق لها. ف
ثم تنظم عملية أخذ وطرح الجلوكوز. هذه حقيقة مثل ما نلاحظ هذه العوامل، 1 2 3 4 5 حتى 6 كلها ممكن أن نربطها مع السمنة وتفاقم السمنة. دراسات الحديثة وجدت بأنه عند حدوث خلل في التوازن ما بين الأحياء المجهرية، طبعا هنا أقول خلل معناها أن لا يزال عندي ذات الكتلة ذات الأعداد، لكن الكفة تميل إلى الشياطين مثل ما قلنا السلايد اللي تكلمنا عليه قلنا نهتم به. هذا يزيد بشكل كبير من حصاد الطاقة، راح يزيد من حصاد الطاقة، تؤثر في الغدد الصماء، تزيد من وتائر حدوث الالتهابات في الأغشية، وبالتالي هاي راح نشوف شو أهميتها. فبالتالي حتى أعكس الكفة إلى الصالحة منها راح أتخلص بالتالي من هذه الأمور الضارة اللي تنعكس لي على مجمل الصحة وبالتأكيد على السمنة. هذا الشكل بسيط جدا، أكو أشكال راح أتطرق بشكل أكثر. هذا changing هاي الأوبيسيتي يعني السمنة راح تؤثر مثل ما قلنا بالشكل واحد من الأشكال اللي طرحناه، تؤثر وتتأثر بالأحياء المجهرية. فمثلا هنا عند الشخص الأشخاص اللي يعانون من السمنة تتغير عندهم الأحياء المجهرية. هذه الأحياء المجهرية طبعا راح تكون في الجهة الضارة شياطين، راح يصير عندي ما يسمى بالإندوتوكسيميا يعني التسمم الداخلي، بمعنى بأنه راح يصير عندي في الأغشية تحسس والتهابات. فراح يصير هذه الأغشية حساسة للأنسولين يعني ما تتقبله، يعني تصير متحسسة عفوا من الأنسولين، مو حساسة، متحسسة للأنسولين، بالتالي ما راح يدخل هذا وسعندي نتيجة الالتهاب مالها. هذا ايش راح بالنتيجة؟ راح يفاقم لي الدهون على الكبد والأعضاء الأخرى، وأيضا ينعكس سلبا على امتصاص، طبيعة الامتصاص يعني البطانة مالها معه اللي هي تكون اختيارية، وتكون كل ما تكون اختيارية وكفوءة راح تكون أفضل بانتقاء الأغذية، ومو الأغذية اللي تدخل كثيرة الطاقة تكون مسيطرة عليها لأنها تنعكس إيجابا في صحتها. نأتي إلى هنا إلى عندما تكلمنا على أنه هل هذه الغت مايكروفلورا أو الأحياء المجهرية الموجودة في القناة الهضمية تحصد طاقة، هل هذا الرقم كثير؟ الجواب نعم، هي تزيد من حصاد الطاقة. فما يتم قراءته على سبيل المثال بالموجود على العلب مثلا، علبة هذه إذا استهلكتها أخذ 1000 كيلو كالوري 1000 كيلو سعر، لكن بوجود أحياء مجهرية في قناتي الهضمية تميل إلى الشياطين، فهذه ستؤدي إلى حصاد طاقة أكثر 20%. يعني أنا مكان بدلاً عن تناول 1000 كيلو سعرة راح أتناول 1200 سعرة حقيقية راح توصلني للجسم. إذا متوسط ما يتناوله الرجل يعني إذا أتذكر صحيح 3000 سعرة، فهو سيتناول 3600 سعرة لليوم الواحد، يعني 600 سعرة أكثر من ما تناوله فعلا لو كانت التوازن في أمعائه من الناحية السليمة. هذا راح يزيد من انعكاس على زيادة الدهون في الجسم،
ويؤدي إلى أن تصير هذه الخلايا نتيجة للتسمم الداخلي، نتيجة الالتهابات في هذه الخلايا، تصبح متحسسة للأنسولين، يعني الأنسولين لا يستطيع الدخول إليها، وبالتالي هنا سيتراكم عندي الدهون وستظهر عندي مرض السكري. كذلك ينعكس على حدوث تراكم الدهون في الكبد، وتؤثر مثل ما قلنا احنا الأحياء هذه المجهرية سترسل رسائل إلى الدماغ. بوجود أحياء مجهرية رديئة من الشياطين، رحنا الدماغ أيضا يصبح الخلايا مات مقاومة للرسائل، فبالتالي إحساسي بالشبع راح يكون قليل، مما يعني تناول مزيدا من الطعام، يعني مزيدا من السمنة. دائما وجود هذه الأمور مرتبطة بزيادة معدل اللايبوبوليسكرايد اللي هي السكريات المتعددة الدهنية. هذه حقيقة نشوفها هي مو يعني موجودة وراح تطرح معدل وتذهب وتسوي لي إشكالات في مثل ما تكلمنا عليها. بالضبط هذا التركيب موجود عندنا في جدار الخلايا السالبة لصبغة جرام، اللي أغلبها يكون موجود في الجانب السيء اللي إحنا سميناه الشياطين، وهذا يعكس على المناعة وهكذا. العلاج كيف يمكن أن نعالج؟ مثل ما تكلمنا بأنه عندنا بروبايوتيك، يعني المعززات والسوابق الحيوية. هذه الانتستينال مايكروبيوتا اللي هي الأحياء المجهرية الموجودة في القناة الهضمية، وخصوصا أنا أتكلم عن البكتيريا، لو تناولت أغذية حاوية على سوابق حيوية، أنا عندي موجودة المعززات الحيوية في الفورمولا مال الأمعاء مالتي، لكن كميتها قليلة، التوازن مالها معكوس للشياطين. عندما أعطيها هذا الغذاء، أعطيها غذاءها عندما أنا أتناول هذا الغذاء اللي حاوي على وطينا عليها أمثلة، فإيش راح تزيد عندي؟ راح يزيد عندي أعدادها، وبالتالي راح انتقال الأغذية بشكل غير سليم من غشاء الأمعاء راح يقل. راح يقل أيضا الـ LPS اللي هو قلنا عليه اللايبوبوليسكرايد السكريات. هذا ينعكس على السايتوكين ويساعد في حدوث توازن، وتصبح الخلايا أكثر تحسسا للأنسولين، فبالتالي راح يدخل يشجع على دخول الأنسولين إلى داخل الخلايا، وما يسبب في استهلاك الطاقة، وهذا الاثنين راح يصير عندي قلة وانخفاض في مخزوني الدهني مثل ما نشوف هنا. نتيجة ألمن لتناول الأحياء على تناول السوابق الحيوية. أكو أسلوب آخر بأنه أنا أتناول هذه الأحياء، وبالتالي راح تؤدي لي هذا الفعل. هذا مثل ما تشوفون يحتاج إلى بحث. ماذا تؤدي الأحياء المجهرية اللي من نوع البروبايوتيك؟ الأحياء المجهرية التي من نوع المعززات الحيوية تؤدي أدوارا كثيرة، وخصوصا في القناة الهضمية، فينصح بتناولها للأشخاص السليم، للأشخاص الأصحاء، لأنه راح تحافظ على صحته، وينصح كعامل علاجي في
اشخاص يعانون من مرض واحنا بدنا ناخذ قتال السمنه، مع انه انا اشرت اكثر من مره بانه فعلها العلاجي كثير من الافعال العلاجيه واحد من بينها هي السمنه. هذا الاسلوب نتيجه لحرف التوازن الى الاحياء الجيده. فمثلا معززات الحيوة عند تناولها راح تغير التوازن مال القناة الهضمية. فمثلا عند استهلاك 10 أس مرفوع القوة 8 إلى 10 مرفوع أو 10 من المعززات الحيوية راح يصير عندي تستوطن هذه الأحياء المجهرية نتيجة للتناول، تناولها بشكل يومي سواء كان بشكل مستحضرات صيدلانية، والأفضل بشكل أغذية، وأفضل بأنه أنا ننميها على أغذية لأنه هي أصلا طلعت من رحم الألبان، من رحم الألبان مخمرة، فبالتالي هي راح تكون ترتفع عددها من 10 أس 3 إلى 10 أس 7، إذا هي راح تحرف التوازن إلى الملائكة. تناول حقيقة يشابه تناول يعني ممكن ناخذها بذات الأسلوب اللي ناخذ به الأنتي بايوتيك 3 مرات باليوم، مرة باليوم وهكذا. لكن لو نشوف بأنه عند تناول المرضى الأنتي بايوتيك، تناول المضادات، عند تناول المضادات الحيوية، هذا راح يقتل لي اياها وراح يزيد، راح يقلل لي اياها من 10 اس 1 الى 10 اس 3. بمعنى تناول المضادات الحيوية راح يعكس التوازن في قناة الهضمية إلى خانة الشياطين. وبالتالي الآن يعني أكو حملة شديدة على المضادات الحيوية، واحد من أسبابها هذا بأنه يخلق لي بيئة أحياء منشرية في القناة الهضمية سيئة. حتى يعني على الرغم من هاي ممارسة غير صحيحة، في الدواجن في العراق يعطوها أحياء يعطوها أنتيبايتك بشكل كثيف حتى تسمن الدواجن بشكل سريع. الشيء المهم عند التناول المعززات الحيوية كأحياء مشهرية يجب أن يكون فعلها أفضل عند تناولها مع سوابق حيوية، لأنه مثل ما قلنا هذه راح تطرح لنا كنواتج أيضية الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة، الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة، الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة راح تؤدي لي إلى فعل آخر اللي هو خفض الـ pH، بمعنى الحموضة في القناة الهضمية راح تقل، وبالتالي راح تقلل لي من البكتيريا المرضية، البكتيريا المرضية أم أيضا السبب أمراض، وأيضا الزيد لي لايبوبوليسكرايد وهكذا. هذا أنا حاطها باللون الأحمر لسبب. حقيقة أكو مقولة من يقود من، هذه ينطبق عليها هذا المثال. حقيقة دا يذكر هنا بأنه الأغذية العالية بالأغذية العالية الدهون، نسبة عالية من الدهون تفضلها مجموعة الفيرميكيوت الأنتيروبكتيريا، الأنتيروبكتيريا والفيرميكيوت مثل ما نتذكر بالميزان هي التي تواجدها وكثرتها هي تسبب السمنة. حقيقة عندما هذا المثل نحن أحياء مجهرية أكثر من ما كوننا بشر، قد تصح في هذه النقطة هنا، بالإضافة إلى أنه زادت هذه الأعداد ونعرفنا فائدتها بالنسبة للسمنة. أيضا هذه الأحياء هي اللي راح تقودنا، بمعنى سترسل إشارات إلى الدماغ أني أحتاج، أنت تحتاج دهون، فشهيتك وين راح تروح؟ إلى المزيد من الأغذية الدهنية.
كل زين، زالت الاغذيه الدهنيه، زالت عندك الفيرميكيوت الانتيروباكتر، تنشر شو اسمه، تدز لك اشارات، تبعث لك اشارات اخرى انت بحاجه الى، وبالتالي شهيتك تكون مفتوحه عندما تذهب بهذا الاتجاه السيء، راح تكون اتجاه الى الاغذيه الغنيه بالدهون، وبالتالي راح تتفاقم عندك المشكله وما تحس بشبع، وتكون شهيتك دائما للاغذيه الدهنيه. العكس صحيح، العكس صحيح، عندما تكون التوازن باتجاه مثلا الملائكه اللي قلنا عليها الفيديو بكتيريوم واللاكتوباسيلاي، هذه راح تنطيك اشارات الى الدماغ بان انا احتاج هذه النوعيه الخفيفه من الاغذيه اللي حاويه على نوعيات معينه من الكربوهيدرات. فهنا انا اريد اسيطر، فانا اقود ام الجت مايكروفلورا هي التي تقودني؟ انا اعطيها غذائها لو اخليها هي السيطر علي؟ هذا هنا هي بيد الشخص. مثل ما قلنا هي تؤثر في الغدد الصماء. البروبايوتيك حقيقة يؤثر في إفراز هرمون الليبتين. الليبتين حقيقة كهرمون يطلق عليه هرمون الشبع. ليش؟ لأنه عندما يصل، لماذا يطلق عليه هرمون الشبع؟ لأنه عندما يصل إلى الدماغ يحس الدماغ يعني يرسل إشارات إلى الجسم بأنه أنت توقف عن، أنت صار عندك إحساس بالشبع. هذا عند الأشخاص العاديين. ليش؟ إن هرمون الليبتين حقيقة هو يفرز غالبا من الأنسجة الدهنية. فعندما الأمعاء نلاحظ هنا ترسل رسائل إلى الدماغ، فعندما أكو أغذية، عندما تكون هناك ترسل إشارة أنك امتلأت، يتلقفها الدماغ، يعطي إعاز للخلايا الدهنية، يفرز هذا الإنزيم، راح الدماغ يوعز ب أو يصير عندك شعور بالامتلاء. عند تناول هذه كبريفنشن يعني كحماية للأشخاص الاعتياديين المعززات الحيوية، لاحظ ما يأتي بأنه هرمون الليبتين سيزداد عندهم، بالتالي سيحس بالامتلاء. مشكلة وين؟ مشكلة عند الناس اللي يعانون من السمنة. لولا عندهم، هؤلاء لديهم كمية كبيرة من الأنسجة الدهنية، فبالتالي متوقع أن يكون إفرازهم للليبتين أكثر. هذا المنطق وهو صحيح. لذلك عندما تقيس الهرمون في الدم للأشخاص اللي يعانون من السمنة، راح تشوف 3 مرات أكثر، 4 مرات أكثر من الناس الطبيعيين. لكن شنو اللي صار؟ اللي صار بأنه خلايا الدماغ أصبحت لا تتحسس الإشارات، عن نتيجة لإفراز هذا الإنزيم. يعني ناس تصير بلوك، فصل، عدم. هذه الحالة حقيقة مشابهة كثيرا، للريزيستن تجاه الانسولين، مقاومه الانسولين ايضا تصبح الخلايا متحسسه. لذلك عند الاشخاص اللي عندهم سكر الانسولين عندهم عالي، لكن مو المشكله بالانسولين في مرحله من المراحل، يعني خصوصا اتكلم عن السكري نوع الثاني، ما عندهم مشكله بالافراز، لا عندهم افراز اكثر، لكن مشكله بالتحسس ايضا. هذا يشجع المعالجة بالبروبايتك هذا الشيء، وكما موضح في هذا الشكل. حقيقة هذا الشكل مثل ما نشوف عندي بروبايتك، يعني سوابق حيوية، يعني معززات حيوية بمعنى أحياء مشرية، واثنينهم طبعا يؤدون
معا هذا الدور، هذا السكريات المعقدة أو الألياف الذائبة اللي لا يستطيع جسم الإنسان استهلاكها، وإنما تستطيع فقط هذه الأحياء البشرية حصرا باستهلاكها. هذا سينعكس على أن تفرز هذه الخلايا نتيجة لنموها، نتيجة لأني أعطيتها هذه الغذاء مالها، أنتجت الحوامض الدهنية قصيرة السلسلة. هذا طبعا راح ينفرز ويتمتص في الدم. وين راح نعكس لي؟ راح نعكس لي على راح يذهب إلى الكبد. هنا عندما يذهب إلى الكبد راح يبدي عندي ويشجع على إفراز إنزيم الأدينوسين مونوفوسفيت كينيز، اللي هو يعد المفتاح الرئيسي للطاقة، مفتاح الرئيسي للطاقة. نتيجة لهذا راح يزداد تحسس للأنسولين، الخلايا تبدأ تتحسس أكثر للأنسولين، وبالتالي تراكم الدهون راح يقل، بين قوسين انخفاض في الوزن. نفس الشيء، نفس الآلية في بقية الأجزاء الجسم، والخلايا الجسمية أيضا نتيجة لقلة الـ LPS اللي هو اللايكوبروتين اللايكوبوليساكرايت، تقل راح تبدي تكون أقل، والتحسس مالها يكون أكثر. أيضا هذا ينعكس على تغير في تحسس الدماغ، بمعنى شعورك بالشبع راح يكون مبكرا، فبدل ما تأكل الماعون جميعه ستتناول تشعر بالشبع وأنت تكون قد أنهيت نصفه أو ربما أكثر بقليل. نتيجة لهذه الحقائق العلمية، الفوائد للمعززات والسوابق الحيوية وجمعهم بمنتوج واحد، قمنا في قسم علوم الأغذية كلية علوم الهندسة الزراعية بهذا البحث اللي خدنا به براءة اختراع من جهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وزارة التخطيط في جمهورية العراق. حقيقة مهما تكون الحقائق العلمية سليمة، أنا أتكلم عن أغذية، أتكلم عن بكتيريا والآليات مالها، أنا أعتقد بأهمية ما تكلمت عليه وكحقائق علمية، المهم أن أوفرها بشكل للمستهلك حتى يكون في متناول يده. لذلك احنا جمعناهم ها دول الشيئين اللي هم البكتيريا والسابق الحيوي معا، فاصبح تآزر حيوي، وعملناها على شكل حلوى، وبالتالي حتى الصيغه اللي قدمناها الى المستهلك كانت بشكل اكثر جاذبيه، كانه داوني بالتي كانت هي الداو. انتهينا من حقيقة من العلاج الأول. العلاج الثاني هو علاج، واستميحكم عذرا لأنه حقيقة لا حياء في العلم، هذا قد يكون مقزز بالنسبة لبعضكم، لأنه حقيقة علمية وموجودة، اللي هي ممكن أترجمها، اللي هي المصطلح FMT Fecal Microbiota Transplantation، إذا أترجمها بالعربي حقيقة هي استزراع الميكروبيات البراز، استزراع ميكروبيات البراز، بمعنى طالما احنا تكلمنا عن البراز وقلنا هو 11% عفوا 11 10 مرفوع القوة 11
موجود كعدد بالغرام الواحد. إذا كان التوازن جيد فممكن إذا فكروا بأنه إذا نستعمل البراز استبداله ممكن يحقق لي نتيجة. هذا ما راح أتعرف عليه في هذا الجزء الأخير من المحاضرة. تاريخياً منو أول ما استعمل البراز كعلاج؟ وأعتذر مرة أخرى إذا كان هذا الجزء مقزز، لكن لا حياء في العلم. في القرن الرابع واحد من الصينيين حقيقة استعمل البراز البراز البشري لشخص يعني الأشخاص الصحيحين، وعمل طبعا بعد أن سوى مستحلب مع الماء وقدم على شكل شوربة إلى الناس عادي من الإسهال والتسمم الغذائي، وكان عمل ناجح طبعا. يعني غذاء، يعني خلينا نقول شيء شفاء به، يعني واحد من العلاجات. بعد 12 قرن ايضا الصين سووا شيء اخر، بانه هذا الماء مع البراز سووا له عمليه تخمير، يعني عمليه نمو، او استعملوا البراز الجاف. حقيقة الفكرتين من الناحية الميكروبيولوجية جدا رائعة. ليش؟ لأنه الفيرمنتد فيكال سوليوشن اللي هو محلول المخمر من البراز، هذا زاد عندي الأحياء المفيدة، زيد الأحياء المفيدة. والبراز المجفف، طبعا هذا الكلام كله على أشخاص صحيحين لمعالجة أشخاص مرضى، المجفف أيضا راح يكون مركز بالأحياء المجهرية المفيدة. فبالتالي هو استعمله لحالات الإسهال والقبض و التقيؤ. في القرن السابع عشر استعمل كنقل هنا البراز، أو طبعا البراز ما أقول نقل البراز، يعني نقل الهدف من نقل ميكروبيات البراز إلى الخيل، وكانت نتيجة أيضا واحد من العلاجات. في عام 1958 قام أحد الباحثين بعملية نقل البراز، لكن هنا مثل ما نلاحظ كانت أغلبها أورالي يعني فموي، هنا لا، كانت بعملية من الشرج، يعني إدخال البراز من الشخص أو محلول البراز للشخص الصحيح إلى الشخص المريض. عالج به حقيقة ما يسمى بالتهاب القولون الغشائي الكاذب. هذا من الحالات المرضية اللي سببها بكتيريا كلوسيريدم ديفيرسايا. الأربعة شفوا خلال 48 ساعة. بالتأكيد حقيقة يعني احنا عندما نذكر هذا هاي النتيجة، وكانت نتيجة صادمة حقيقة، لأنه أكيد هو استعمل كثير من العلاجات لم تنجح معها إلا بنقل البراز. إذن هناك أسلوب آخر في معالجة الكثير من الأمراض، ومن بينها السمنة، عن طريق نقل ميكروبيوتا البراز. كيف نعرف هذه الآلية؟ هي عبارة عن نقل براز من شخص سليم إلى شخص مريض يعاني من حالة معينة. الهدف منها
ليه؟ انه كل الحلول فشلت في اعاده التوازن الى القناه الهضميه للشخص المريض. فماكو غير اسلوب بانه استبدل ما موجود في قناه الهضميه ب ما موجود في القناه الهضميه للشخص سليم. كيف تقوم هذه العمليه؟ قبل ما نقول كيف تبدا هذه العمليه، اريد ان انوه بانه البكتيريا تمثل 60% من وزن البراز الجاف. اذا البراز كان وزنه جاف 100 غرام، ف 60% يعني 60 غرام خلينا نقول بكتيريا. هناك اسلوبين استعملها الاطباء طبعا في هذه العمليه، ما تختلف كثيرا، هي كالاتي: الشخص السليم طبعا يجرى عليه فحوصات وفحوصات زرع الخروج بحيث يكون سليم من الناحيه الصحيه، والافترض بان هذا الشخص طالما نتكلم عن السمنه فشخص نحيف، ياخذ مسه الخفيف ويجمع البراز مالته طازجا، ثم يعني يخلط مع 500 مل من محلول ملحي غير قاتل للبكتيريا ويخلط جيدا ويستعمل خلال 6 إلى 8 ساعات. ليش 6 إلى 8 ساعات؟ لأنه الأحيان المشري هنا أو البكتيريا المفيدة قد تبدأ راح تبدي تفقد فعاليتها وقد تموت، لذلك يجب أن يستعمل بشكل آلي، يعني 6 إلى 8 ساعات. بالنسبة للشخص المريض أو اللي راح يتقبلها، لأن هذا واهب وهذا مستقبل، راح يتعالج بالمضادات الحيويه لمده 5 أيام، ثم تجري عمليه تنظيف للامعاء مالته هو اصلا يعني، ويعطى يعني بعد هاي العمليه يعطى قابض. ليش قابض؟ حتى عندما احقن هذه ال 500 مل من الاحياء المنشريه الموجوده في البراز الشخص واهب، حتى انطي قابض حتى طل عنده، حتى اتيح الفرصه لعمليه الاستيطان لهذه الاحياء المنشريه، وبالتالي تنعكس ايجابا على صحته. الاسلوب الثاني حقيقه مشابه للاول، عدا بانه وجود فلتر و 300 مل مو 500 مل، وتحقن على مراحل 60 سنتيمتر مكعب او 60 مل في القولون الصاعد او القولون في القولون الصاعد. هل هذه ضرب خيال ام حقيقه موجوده؟ ما هي الاحوال التي نستعملها في نقل مايكروبيوتا البراز؟ هذه الحالات المرضية اللي همنا منعتها حقيقة السمنة، لكن يجب أن ننوه على بعض الآخر. الناس اللي يعانون من تشحم على الكبد غير الكحولي، طالما استبدلت، إذا هذا واحد من المسببات الكثيرة. السكري من نوع 2 أيضا هاي العملية ناجحة، وكذلك السمنة. ليش ناجحة في السمنة؟ لأنه بناء على ما تكلمنا عليه بالمحاضرة، وأرجو أن تكون الشرح مالتي واضح وكيف تؤثر التوازن مالها في السمنة، وبالتالي هذه العملية حقيقة عملية سريعة ويعتقد بأنه ناجحة إلى حد ما. الحكمة في هذه المحاضرة كلها بأنه أرجو الانتباه إلى الجتس الميكروبيوت الأمعاء مالتك لكل شخص، لأنها هبة من الله
فحافظ عليها بشكل سليم، وشكراً. أريد ننهض بعلمائنا.